ذات شيء رغم انه اللغه النوبيه في لغات كثيره ماتت. اللغه المرويه وينها؟ ما فيش. اللغه النبتيه، اللغه الفرعونيه، لكن اللغه النوبيه قدرت تتاقلم وكل مره يعني ماشيه. اسف في خطوره، لكن الغناء طيب، الغناء من الاشياء اللي بتحافظ، والدليل على ذلك ابنائنا هنا اللي قاعدين في الخرطوم الصغار، منهم ابن منيب حافظ كل الاغاني، يعني حافظ اكثر مني انا. طيب فده تاثير مباشر جدا لابنائنا، وبدا وبعد شويه بدوا دايرين يتكلموا. طيب حتى الناس التانيين اللي هم ما عندهم اي علاقه، الحفلات اللي بتقيم في الحاج، تقام في الحاج يوسف او في الكلاكلة، نلقى انه الناس الغير نوبيين حضور اكثر. طيب انا ما متخصص في مجال الغناء، لكن انا بحس انه الغناء النوبي في دفء شديد، حنيه شديده، وفي نفس الوقت في ايقاع افريقي حار جدا جدا. فانا اتخيل لي ده سبب بخلي اي. والان الاغنيه النوبيه حاضره في كل حتى في مناطق بعيده، انا زي الابيض مشيت لقيت انه في ناس مشغلين اغاني نوبيه حقتنا وهم ما عندهم علاقه. فالان الغناء النوبي ظهر بالساحه بكل قوه، والغناء النوبي بدا ينتشر، وده حيكون تاثير كبير جدا، ومن الادوات التي سوف تحافظ على اللغه النوبيه. طيب كمان دكتور يحيى، خلينا يعني نفصل المسؤوليه في قطاعات المجتمع المختلفه، ونقول يعني المحافظه على اللغه والمحافظه على الارث، او المحافظه على اللغه والثقافه والتراث في الكل المركب بتاع الثقافه، يعني مسؤوليه منه في القطاعات المختلفه. وخلينا نرسل رساله لكل الاهل والاحباب عشان ننبههم انه يا اخي لغتنا النوبيه دي نحن المفروض نحافظ عليها باي شكل من الاشكال. طيب اي واحد فينا مسؤول، اي نوبي مسؤول عن اللغه النوبيه، وانه اللغه دي ما تموت زي ما في لغات كثيره جدا كانت اقوى من حقتنا وماتت. طيب وايضا كل الجمعيات بما فيه اتحاد ابناء حرفا سكوت المحس، كل الجمعيات الشبيهه شغاله في شغل كويس، لكن برضو ده المسؤولين. وفي منهم هنا بدا برامج للتعليم، زي كان في نادي كرما اعتقد، وفي النادي النوبي، ففي برامج زي دي شغاله للنوبيين اللي ما بيعرفوا وعندهم الرغبه، وايضا للاخرين. وايضا في مسؤوليه الجهات الاكاديميه زي اقسام اللغات في كل الجامعات والمعاهد، دين برضهم مسؤولين. وفي النهايه ايضا الدوله مسؤوله للمحافظه على التراث وهذا الارث القيم. نعم، اذا شكرا جزيلا دكتور يحيى فضل طاهر، استاذ الاثار بجامعه الخرطوم، على هذه الاضاءات الطيبه.